مساء الخير وفاء. أهلا بهاجر وهارون، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى الحصاد الاقتصادي والذي نستهله بقطاع الطاقة، ورغم المشاكل التي يعرفها القطاع في البلاد، غير أن القائمة الجديدة على القطاع اتخذ من التساهل عنوانا لخرجاته، وهو ما ترجمته أول زيارة ميدانية له. متابعة في الموضوع مع سوريا شعلال. في أول خرجاته الوفد الجديد على رأس قطاع الطاقة نور الدين بوطرفة، وعلى غير عادة سابقه صالح خبري الذي كانت الصرامة شعار زيارته. Mais nous allons voir la solution définitive pour ce complexe, soit qu'on le restructure, soit qu'on le ferme. بوطرفة يبدو أنه لم يستوعب بعد أنه أصبح وزيرا ليرفع شعار التواضع، موزعا الابتسامات هنا وهناك، وكأن كل شيء على ما يرام. التأخر في تشغيل محطة توليد الكهرباء بتيبازا لم تحرك شعرة من الوزير الجديد، حتى أنه كان في غاية اللطف مع القائمين على المشروع. لم طول ما رقدينا يستنوا الصيفة بس الجزائريين تبردوا شوية، هذا ما كان. بوطرفة يبدو أنه حضر جيدا لاستلام منصبه الجديد بإعداد ورقة طريق لاستئناف العمل بعد موافقة الحكومة على طلبه في الترقية. عندي منهجية لازم ندرس وبعد نتكلم. غير أن ملف البترول لا يزال خارج أجندته حاليا. خليني اليوم بعد ما ندرس شهادة نتكلم، أن الآن ما زال ما الطريق ما يشتل الورقة هذه ما نتكلم لها الشهادة الآن. الوفد الجديد على قطاع الطاقة، فبعدما كان يدعو لرفع أسعار الكهرباء والغاز من منصبه السابق، ها هو اليوم يصرح من منبر وزير أن صنع الغاز لها الحق برفع الأسعار مرة في السنة. كوزير نستنى وباش تكلم صنع الغاز الغان الآن، نحن نستنى رئيس المدير العام الجديد إن شاء الله ومن بعد نتكلم عن الزيادة. وزير الطاقة الجديد الذي كان يشن حربا ضد جيوب المواطنين بالأمس القريب، ها هو اليوم يدافع عنها، فأي تناقض هذا يا بوطرفة؟ في موضوع آخر، فشل تجربتي السابقة لمسألة القرض الاستهلاكي والعراقيل التي صاحبته خلال السنوات الماضية لم يمنع الحكومة من إطلاق ثانية تشابه مثيلتها الأولى. التفاصيل مع فوزي مصعد. قرابة 6 أشهر تمر على اتخاذ الحكومة لقرارها المقضي بإطلاق القرض الاستهلاكي، خطوة سحبتها الكثير من الانتقادات خصوصا وعدم تهيئة المناخ المناسب لنجاحها، لكن إصرار الحكومة في المواصلة والتمسك في سياسة الترويج لها لا تزال قائمة. اليوم وبعد انقضاء كل هذه المدة يجد المتعاملون الاقتصاديون أنفسهم أمام منتج محلي لا يرقى حتى للمستوى المرجو منه. القرض الاستهلاك باش يمشي لازم تكون برودكسيون، لازم يكون إنتاج، باش المؤسسة تنتج والإنتاج لازم يكون إنتاج نوعي، لازم تكون يعني برودكسيون دكاليتي. المواطنون من جهتهم لا يزال اللجوء إلى مثل هذه القروض آخر تطلعاتهم، خصوصا والوضع الراهن للاقتصاد الوطني. Voilà, donc le crédit à la consommation, finalement, c'est pas quelque chose qui est très intéressant puisqu'il y a le taux d'intérêt qui est trop élevé. Si on parle de 9%, si on prend exemple, prendre une symbole qui a 132 millions de centimes, si on achète après 5 ans, on est obligé de payer. Donc ça fera dans les 190 millions. Dans un moment de crise, je pense que ce n'est pas un bon investissement. L'inflation, l'hortifade de dinar, 30% ou 40%, c'est un chèque كبير. Donc les salaires sont tombés. Et les gens qui ont été rapportés à ces courants, c'est une chose parce qu'ils sont battus. هو إذن حال القرض الاستهلاكي اليوم في الجزائر. المعنى الأول به لا يزال خارج مجال تغطيته ليكون برهانا آخر يضاف إلى قائمة تشجيع سياسات الفشل قبل الانطلاق والتي تميزت به الحكومة الحالية للبلاد. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى إعادة تثمين جميع الموارد المتوفرة من خلال تحقيق وثبة اقتصادية، توجد في ولاية تبسة مصانع ووحدات تحويلية هامة تعاني الإهمال، فهل ينجح بوشوارب في فك هذه الشفرة؟ سليم دريد يفصل أكثر في الموضوع.
على الرغم من توفر ولاية تبسة على مصنعين كبيرين متخصصين في إنتاج الزجاج والأنابيب المعدنية، وذلك منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أنهما بقي متوقفين عن العمل والإنتاج، ويشهدان إهمالا كبيرا واندثارا غير مبرر على اعتبار أن كل الإمكانات متوفرة، حيث حرك هذا الواقع المزري وزير القطاع وجعله يعلن عن عملية الاسترجاع وفتح باب الاستثمار فيهما. يجيك في بالك أنت هل الناكتيف كيف هذا، هذا هو الحجم تاعه وهذا ما ينتج؟ ها؟ خلاص القطاع يحتاجه، البنك مش مهمها مش تسير معمل، خلي الناس المهنة اللي راهم يجيو والمحادثات راهي ماشية بنعاود نسترجع. تحرك الوزير عبد السلام بوشوارب جاء في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر تحولا اقتصاديا وتوجها نحو فتح المجال أمام التنوع والبحث عن آليات جديرة بخلق الثروة البديلة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال فتح باب الاستثمار وإدخال الشركاء الوطنيين والأجانب. de partenaires étrangers et nationaux. Donc nous sommes partis, on a négocié avec la BEA pour qu'on monte un tour de table public-privé et probablement un partenaire étranger pour reprendre cet actif qui est d'une importance capitale pour nous au regard de la politique, notre politique actuelle. وفي انتظار تجسيد هذه الإصلاحات الجذرية والهيكلية في قطبين صناعيين مهمين بقي مهملين لفترة طويلة، تبقى الأمال معلقة على السرعة في التنفيذ حتى يتسنى لسكان الولاية الحدودية الاستفادة من مثل هذه المشاريع التي صرفت فيها أموال طائلة. الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودايلها هاجر وهارون.